السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح الماس جورنال او كراس الرياضيات الخاصة ببرايمري 1 الصف الاول الابتدائي ترم 2 او الترم الثاني، وكنا انهينا مع بعض المرة اللي فاتت شرح حتى لسون 83 او درس رقم 83، والنهاردة هنبتدي نشرح مع بعض لسون 84 و 85 أو درس 84 والدرس 85. وزي ما احنا متعودين مع بعض يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لسون 84 ولسون 85 هما بندرس فيهم جزء مهم جدا اسمه الـ Problem Solving Strategies، طرق حل المسائل الخاصة بالأديشن أو الخاصة بعملية الجمع. فمرة تانية ده الجزء الخاص بالـ Problem Solving Strategies on Addition أو طرق حل المسائل الخاصة بعملية الجمع. فعملية الجمع يا أصحابي هي ان احنا بنجمع رقم على رقم، يعني بنجيب رقم ونزوده على رقم تاني فبيطلع عندنا في الاخر الناتج اللي هو مجموع الرقمين. فتعالوا نشوف في المثال ده، مثلا عندنا هنا two children ride bicycles، طفلين كانوا راكبين two bicycles او عجلتين، وfour children joined them يعني أربع أطفال joined them انضموا ليهم. فهنا بيقول لنا إن التو دول كانوا بيرايد البايسكلز بتاعهم أو راكبين العجل بتاعهم، وفي أربعة كمان joined them أو انضموا ليهم. فبيقول لنا هنا how many كم عدد children الأطفال are riding bicycles now بيركبوا او راكبين العجل دلوقتي. فاحنا كان عندنا اتنين في الاول وبعدين انضم ليهم اربعة، فاحنا عايزين نعرف how many children are riding bicycles now، في كام طفل دلوقتي راكب عجل. فازاي هنحل البروبلم دي او المسألة دي، عن طريق الخطوات التالية. اول حاجة هنعمل ايه؟ هنفهم المسألة، احنا عارف خلاص فهمناها. تاني حاجة هنبتدي نكتب المسألة في شكل رياضي، في شكل أرقام. يعني إيه؟ يعني كان عندنا two children يبقى two، وبعدين زودنا عليهم أو انضم ليهم أربعة، فهنكتب هنا plus دي علامة الجمع اللي هي زائد، وبعدين انضم لهم أربعة فهنكتب four. المفروض إن two plus four equals بيساوي six. احنا كده جربنا ان احنا نحلها عن طريق الارقام وحلناها. لو طلعنا على صوابع ايدينا 4 وجمعنا كمان عليهم 2 هنلاقيهم 6. اخر حاجة ممكن نعملها بتكون اسهل طريقة ان احنا نعمل عملية check او نعمل عملية تأكيد من الحل بتاعنا. هنرسم 2 dots زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنرسم كمان 4 dots 4 نقط كمان، وهنعدهم جنب بعض هنلاقيهم 1 2 3 4 5 6، هنلاقيهم 6 دوتس يعني المجموع 6 بتاع الاثنين بلس الاربعة. فهنا اتأكدنا ان احنا الحل بتاعنا سليم. فدي طريقة الحل او طريقة solving problems of addition او طريقة حل مسائل الجمع. فهنا زي ما احنا شايفين قدامنا قدرنا نحل المسألة بشكل سهل جدا، واهم حاجة ان احنا نبقى عارفين الخطوات. اول حاجة نفهم البروبلم او المسألة، نفهم ايه المكتوب قدامنا. تاني حاجة نترجم الكلام ده ونكتبه في شكل ارقام، كان عندنا رقم كام وزاد عليه رقم كام علشان نعرف الناتج في الاخر. وبعد كده بنعمل عملية التشيك او عملية التأكيد ان احنا نرسم مثلا المسألة في شكل دوتس، فنرسم قدامنا الارقام في شكل دوتس وفي الاخر نعدهم جنب بعض فهنوصل للمجموع بشكل سليم. تعالوا ناخد مثال تاني يوضح لنا المعلومة دي بشكل اوضح. عندنا هنا اصحابي سارة has seven flowers، سارة
بتملك 7 زهور 7 وردات. Sarah has 7 flowers. Her mother gave her some extra flowers. Her mother مامتها gave her أعطتها some extra flowers بعض الزهور الإضافية. Now الآن Sarah has 11 flowers. سارة بتملك، سارة لديها 11 flowers، سارة معها 11 وردة. How many flowers did her mother give her؟ كم زهرة مامتها ادتها لها؟ فاحنا دلوقتي عارفين ان هي كان معها 7 flowers او 7 زهور، مامتها ادتها بعض الزهور، بقى معها 11 flowers او 11 وردة. عايزين نعرف مامتها ادتها كام زهرة او كام وردة. فهنا هنعمل ايه؟ احنا خلاص عملنا understanding او فهمنا البروبلم بتاعت الاديشن بتاعتنا، مسألة الجمع بتاعتنا. تاني حاجة المفروض هنعمل ايه اصحابي؟ زي ما اتفقنا هنكتب المسألة في شكل ارقام، فهنكتب هنا 7 وبعدين plus زي ما احنا شايفين او زائد، احنا مش عارفين مامتها اديتها كام، هنعمل علامة استفهام مثلا وهنكتب equals او بيساوي 11 11 زي ما احنا شايفين قدامنا، لان بعد ما مامتها ادتها السم اكسترا فلاورز دول او البعض الزهور الاضافيه دي بقى معاها 11 زي ما احنا عارفين. فاحنا هنا كده حددنا ان احنا الرقم ده اللي ناقص قدامنا. هنحل المساله ازاي؟ هنرسم 7 دوتس او 7 نقط زي ما احنا شايفين قدامنا، 1 2 3 4 5 6 7 ادي 7 دوتس، وهنرسم كمان 11 دوتس، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. احنا كده كان معانا 7 وردات او 7 فلاورز، وبعدين بقى معانا 11 فلاورز او 11 ورده. هنوصل ال7 ب7 زيهم، يعني اول دوت مع الدوت الاولانيه والتانيه مع التانيه والتالته مع التالته لحد ما نوصل للدوت رقم 7 او النقطة رقم 7. فاحنا كده كأننا عملنا كانسل او شطبنا 7 من ال 11 علشان نوصل لكام؟ للرقم الباقي اللي زاد على ال 7. هنلاقي اللي بقى معانا 1 2 3 4 دول اللي ما توصلش بيهم اي دوتس، دول الزيادة على ال 7 او الفرق بين رقم 11 ورقم 7 زي ما احنا شايفين قدامنا. فنعرف ان اللي زاد على 7 كام علشان يخليهم 11 يا اصحابي شاطرين؟ هما الفور دوتس دول او الفور فلاور زي ما احنا بندور على الحل بتاع المسألة بتاعتنا او الفور فلاورز. فنعرف ان 7 plus 4 او 7 زائد 4 equals بتساوي 11 زي ما احنا شايفين قدامنا. يبقى مامتها اديتها كام فلاور يا اصحابي؟ 4 شاطرين. يبقى her mother gave her 4 extra flowers او 4 زهور اضافية زي ما احنا شايفين قدام. وتعالوا ناخد مثل اخير على عملية الاديشن او عملية الجمع، خليكم معي. وزي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي هنا سامح has 8 books، سامح لديه، سامح يملك 8 books 8 كتب. His teacher مدرسه gave him أعطاه some extra books بعض الكتب الإضافية. سامح has now 15 books، سامح دلوقتي معاه 15 books 15 كتاب. How many books did his teacher give him؟ كم كتاب أعطى المدرس بتاعه؟ فإحنا كان معانا 8 books أو 8 كتب، وبعدين التيتشر بتاعه اداله سم اكسترا بوكس او بعض الكتب الاضافية، بقى معاه 15 بوكس، بقى معاه 15 كتاب. عايزين نعرف التيتشر بتاعه ده اداله كام كتاب. احنا دلوقتي عملنا understand او فهمنا الماس بروبلم بتاعتنا او المسألة بتاعتنا. دلوقتي المفروض نعمل ايه تاني؟ هنعمل لها كتابة بشكل ارقام، فهنكتب 8 plus علامة استفهام عشان احنا مش عارفين التيتشر بتاعه اداله كام كتاب، بعدين هنكتب equals او يساوي 15.
المفروض مجموع الكتب بعد ما جمعنا الرقم اللي احنا مش عارفينه ده بقى 15، يبقى 8 plus العلامة بتاعت الاستفهام دي او اللي احنا مش عارفينه equals 15 بيساوي 15. بعدين عشان نوصل للرقم اللي احنا مش عارفينه ده ممكن نعمل حاجتين. اول حاجة ان احنا نجيب ال 15 دي ونشيل منها ال 8 علشان يطلع لنا الرقم ده، مع الجزء ده مع الجزء ده بيدينا الرقم الكبير ده مش ال 8 دي. لما نجمعها الرقم اللي احنا مش عارفينه ده هيدينا الرقم الكبير ده اللي هو ال 15. ال 15 هي مجموع الرقمين، فممكن نشيل ال 8 من ال 15 علشان نحدد الرقم الباقي الجزء الثاني اللي لما نجمعه على ال 8 هيدينا ال 15. فهنعمل الكلام ده بشكل ارقام وهنكتب 15 15 minus 8 ناقص 8 equal علامة الاستفهام دي. طب هنحددها ازاي؟ هنرسم 15 dots زي ما احنا شايفين قدامنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، وهنشطب على 8 منهم، هنشيل منهم 8 dots عشان نشوف الجزء الباقي قد ايه. فهنشطب على الاولانية والتانية لحد ما نوصل ل 8 dots 1 2 3 4 5 6 7 8. فاحنا شطبنا او عملنا cancel ل 8 dots او 8 نقط منهم علشان نعرف الفرق بين ال 15 وال 8 قد ايه. فهنعد ال dots الباقية، هنلاقيهم 1 2 3 4 5 6 7، هنلاقيهم 7 dots. يبقى ال 15 minus 8 بيساوي او equals 7. يبقى المفروض لما نجمع 7 على ال 8 هيدونا كام يا اصحابي؟ شاطرين، هيدونا 15. يبقى ال teacher بتاعه اداله كام يا اصحابي؟ his teacher gave him 7 books، او المدرس بتاعه اعطاه 7 books 7 كتب زي ما احنا شايفين قدام. وبكده عرفنا الطرق المختلفة لحل الـ addition problems او المسائل الرياضية الخاصة بعملية الجمع. وتعالوا نروح للماس جورنال نعرف المسائل المفروض نحلها مع بعض علشان نكون خدنا درس النهاردة بشكل كامل، ونوصل لبيج 169 او صفحة 169 وفيها lesson 84 او الدرس رقم 84. وهنا بيقول لنا solve the math problems، حل المسائل الرياضية، بعدين show your work here، وضح انت حلتها ازاي هنا، be sure خليك متأكد to write the problems and answer، خليك متأكد ان انت تكتب المسألة وتكتب حلها. فطبعا احنا المفروض هنكون خدنا مسألة رياضية في الكلاس روم او في حجرة الفصل مع التيتشر بتاعنا او المدرس بتاعنا واحنا بناخد الماس اكتيفيتي او انشطة الرياضيات، وبعدين نكتبها هنا ونكتب حلها هنا. فتعالوا نروح للتيتشر جايد او دليل المعلم نشوف ايه هي المسألة الرياضية اللي احنا خدناها ونحلها مع بعض. وزي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي هنا التيتشر سي المدرس بيقول فاطمة starts with 14 marbles، فاطمة كان معاها في البداية 14 marbles او 14 بلية، البلي الصغير اللي احنا عارفينه. her friend صديقها gives her some اعطاها بعض البليات الاضافية، but we don't know how many احنا مش عارفين هو اداها كام بلية او كام ماربل. then فاطمة has 18 marbles، ثم بعد ذلك فاطمة بقى معاها قد ايه 18 marbles؟ يبقى هي كان معاها 14 و her friend give her extra وبعدين بقى معاها 18. we have to figure out لازم يجب علينا to figure out ان احنا نعرف نكتشف the missing number الرقم الناقص. فهنعمل ايه اصحابي؟ هو موضح لنا كمان هنا ان احنا نحل ازاي المشكلة دي، فكتب لنا هنا فوق مثلا 14 14 plus زائد dots النقط اللي احنا اللي هو الرقم اللي احنا مش عارفينه equals 18 او بتساوي 18. تمام،
وهنا احنا فهمنا المسألة وبعدين كتبناها في شكل أرقام. المفروض هنعمل ايه بعد كده؟ هنرسم زي ما احنا شايفين قدامنا الدوتس اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية. فهو هنا فعلا رسم 14 ماربلز او 14 بلية او 14 دوت، وبعدين رسم كمان 18 ماربلز او 18 دوتس، وزي ما احنا شايفين قدامنا وصل الماربل الاولانية بالماربل الاولانية لحد ما وصل ال 14 ماربلز او ال 14 دوتس بال 14 التانيين من ال 18 اللي هو رسمهم تحت علشان يعرف هيتبقى كام. فاحنا هنا وصلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. هنا وصلنا ال 14 الاولانيين فوق بال 14 التانيين من ال 18 اللي احنا رسمناهم تحت. هنلاقي متبقي معانا كام يا اصحابي؟ 1 2 3 4. هنلاقي معانا متبقي 4 دوتس او 4 ماربلز زي ما احنا شايفين قدامنا. فهو كده المفروض هير فريند اعطاها او جيف هير كام ماربل؟ شاطرين 4، لان الفرق بين ال 14 وال 18 هو 4 دوتس او 4 ماربلز، 4 بليات. فهو اداها 4 ماربلز زي ما احنا عرفنا دلوقتي. فنقدر نقول دلوقتي ان هير فريند جيف هير 4 ماربلز. فالمفروض ان احنا هنرسم في الماس جورنال بتاعنا ال 14 دوتس دول، وهنرسم كمان ال 18 دوتس. هنوصل ال 14 ب 14 زيهم من ال 18، هيتبقى معانا 4. فنقدر نكتشف او نعمل فيجر اوت ان صديقها او هير فريند جيف هير 4 ماربلز او 4 بليات زي ما احنا عرفنا دلوقتي. طب تعالوا نروح نشوف ليسون 85 والماس بروبلم بتاعتها او المسألة الرياضية بتاعتها علشان نحلها مع بعض. ونوصل لبيج 170 او صفحة 170، وفيها ليسون 85 او درس رقم 85. وهنا بيقول لنا solve the math problems، حل المسائل الرياضية. show your work here، وضح انت حلتها ازاي هنا. be sure، كن متأكد. to write the problem and the answer، to write the problem and answer، خليك متأكد ان انت تكتب المسألة وتكتب الحل بتاعها كمان. وتعالوا نروح للتيتشر جايد نعرف منه الماس بروبلم المفروض تكونوا خدتوها في الكلاس روم ونحلها مع بعض. الماس بروبلم الخاصة بليسون 85 في دليل المعلم هي in the afternoon، في فترة بعد الظهر، لؤي ate 8 chocolate، لؤي أكل 8 chocolate، 8 شوكولاتات. in the evening، في المساء، he ate more chocolates، هو أكل شوكولاتات زيادة، شوكولاتة زيادة. all together، كلهم مع بعض، لؤي ate 16 chocolates، لؤي أكل 16 شوكولاتاية، يعني هو أكل في الأفترنون 8، وفي الإيفنينج كل مور شوكولات أو كل شوكولاتات تانية. وفي all together كلهم مع بعض، هو لقى نفسه أكل 16 شوكولات أو 16 شوكولاتاية. he had such a stomach، هو بقى عنده بعض المغص. how many chocolate، كم عدد الشوكولاتات did لؤي ate in the evening، لؤي أكل في المساء. يبقى المفروض مرة تانية هو أكل 8 chocolate in the afternoon، وبعدين in the evening هو أكل شوكولاتات تانية more chocolate، وبيقول لك all together 16 chocolate، كلهم مع بعض 16 شوكولاتاية. how many chocolate did لؤي ate in the evening، هو أكل قد إيه في فترة المساء. فالمفروض ان احنا هنا هنشوف ال 8 بلس دوتس زي ما احنا شايفين قدامنا equals بتساوي 16. يبقى عندنا هنا الرقم ده الرقم اللي ناقص، عايزين نعرف الرقم ده او الدوتس دي فيها رقم كام عشان نعرف لو اي كل او 8 how many chocolate in the evening. فالمفروض هنعمل ايه يا اصحابي؟ شاطرين كلكم، المفروض ان احنا هنرسم 8 دوتس، بعدين هنرسم 16 دوتس، وبعد كده هنوصل ال 8 بال 16
وهنلاقي الفرق بين ال 8 وال 16 ونعرف هو كل how many chocolate in the evening او كام شوكولاتاية في فترة المساء. وده الهوم وورك بتاعكم النهاردة، عايزكم تعملوا الخطوة دي وتبعتولي عدد الشوكولاتات او how many chocolate did لؤي ate in the evening او كام شوكولاتاية كلها لؤي في فترة المساء، واللي هيبعت اجابات صحيحة في الكومنتس بتاعت الفيديو او في الكومنتس بتاعت الصفحة بتاعتنا في الفيسبوك او على الجروب بتاعنا هقول اسمه ان شاء الله في الدروس اللي جاية. خليكوا شاطرين كلكوا، حلوها دلوقتي وبعتولي الاجابات بتاعتكوا. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. لو استفدت من الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر اي حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان، وانا سيب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو، وسيب لكم كمان الروابط الخاصة بقوائم التشغيل للترم الاول والترم التاني علشان لو حابين توصلوا لأي درس توصلوا له بمنتهى السهولة. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.